السمج المفضل عندنا، فأحاول يعني أسوي فيه وصفات مختلفة معها، خلينا نقول نكهات مختلفة. فالسمج مع حليب جوز الهند لذيذ صار، أكيد جربوا. مرحبا جميعا، شخباركم؟ كبرنا احنا بالأحواز وناكل سمك على طول. أنا يمكن أقدر أكل كل يوم سمك ما مله، بس أكيد لازم يكون سمك متنوع كل يوم نوع، وخاصة السبور. تعرفون السبور؟ بالصاد أعتقد كل نوع سمك بيكم تستخدمون ما طول ما بي وايد شوك، كل ما الشوك أقل يمكن أحسن، يعني لأن بي صوص نوعا ما صلصة خلينا نقول، فالصعب واحد يأكل بإيده. أنا في بعض من الوصفات أحب أن أقشر الطماطة، يعني ما أشوف قشر، البهارات حسب الذوق، يعني اللي برأيكم لذيذ مع السمك استخدموا. مثل ما قلت الوصفة راح يكون بحليب جوز الهند، وايد لذيذ حسب التجربة، ويعني إذا نباوع الوصفاتنا بالأحواز غالبا خضرة اللي يعني يناسب السمك يكون الكزبر أو الشبنت، أحب الأثنين ويا السمك. خلوا السمك بالمرقة خلينا نقول يعني لدقائق، مو وايد نمل ما بس السمك يحتار، وإذا تحبون تكثرون بالسائل أكيد يصير. أنا حبيته كفكرة صلصة بس أكيد أذواق. أنا وايد أحب السمك،